عربات اللوز الأخضر في شوارع وحارات باب التبانة تؤشر إلى تفتح موسم الهدوء، لكن الناس لا تثق بالربيع ولا بسريان الخطة الأمنية، لأن من يقاتل سوف ينتظر جولة قتال أخرى. هذا الرجل بحياته ما حكي سياسة، لكنه حين نطق فإنه لعبها كش ملك عندما سئل عن الخطة الأمنية. فشوش من بين على الأرض؟ لا 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 لا. في تمييز اخر همه اخر همه. فشوش فشوش في ابدا من هيك. نحن بدنا الارض وضع مملئين في ابدا في ابدا. الخطه العمليه اللي بنبلش من الضوحي ومن بعد المحسن ما بتروح، بس هم كلهم محرومين، هم كلهم ضعاف، كلهم جوانحهم مكسره. عمو ابو محمود يفضل الا يتكلم لان الحكي غير صالح. بدك تحكي على الكاميرا ابو محمود؟ نعم. بدك تحكي؟ لا 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 عاوزه والكاميرا تجول لرصد إحساس الناس بوجود خطة أمنية كما لو أنهم أمام كاميرا خفية. حس الشيء بالخطة الأمنية؟ لا أبدا. بتحس بعد تفتح جولة من هالجولات اللي بنقولها أرقامهم أكيد ترجع هذا الوضع هيك على التل؟ هو هيك هيك لو علقانة هيك لو علقانة لو علقانة، بس ما مبين شيء على الأرض بالخطة الأمنية. ما بيبين، هون بيبين محل اشتباكات جوا يعني، بس ما بعرف، ما بشوف في أمل يعني. بالنسبة إلى الشيخ بلال المصري فإن جميع أركان الدولة مجرمون، هي دولة تقودها عصابات في السياسة والعسكر، أما مقاتلو باب التبانة فليسوا سوى أداة. ما تفتكر أنه إحنا بمنطقة التبانة سعداء بما يحدث فيها؟ إحنا مجرد أداة عم يستغلونا من بعض الضباط وبعض السياسيين. وعن الأسماء المسربة الموضوعة في لائحة الاستنابات القضائية، في أسماء تسربت لكتير ناس مظلومة وما لها علاقة، يعني في منهم ما بيحملوا بيرودة أساساً. على اي اساس تسرب اسمائهم يعني؟ انتبهت كيف؟ يعني انتم شاكين بهالخطه الامنيه تكون على جهه واحده؟ هلا الخطه الامنيه بالاستنابات القضائيه، هلا بالخطه الامنيه في كثير من جبل محسن مقاتلين، ما سمعنا احنا او ما تسرب لنا اي اسم منهم. اكرم ما في انه عبد اللطيف صالح هرب ورفعت عيد هرب وعلي عيد هرب، طيب والبقايا؟ يعني في عنا اسماء كثيره احنا لهم، انتبهت كيف؟ في أسماء مقاتلين هدول بعض اللي بنعرفه نحن يعني. واستعرض المصري لائحة طويلة من أسماء جبل محسن ممن قال إنهم اعتدوا وقاتلوا ومطلوب توقيفهم.